السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الاختبار التجريبي للصف الثاني عشر العلمي للعام الدراسي 2012-2013 منهج دولة الإمارات العربية المتحدة. المسألة تقول: اعتمادا على الشكل التخطيطي المجاور، أكمل الجدول التالي بما يناسب. نجي للشكل التخطيطي، منلاحظ عنا كيو واحد وكيو اثنين. عم يدخل في الشحنة كيو واحد 6 خطوط مجال، وعم يخرج من الشحنة كيو اثنين 4 خطوط مجال. هي درسنا الشكل وفقا للدارسين انه نظري. نرجي للجدول، عنا في الجدول نوع الشحنة ومقدار الشحنة. نوع الشحنة كيو واحد مجهول، ونوع الشحنة كيو اثنين موجبة. كيو اثنين شو قلنا؟ تخرج منها خطوط المجال، وكيو واحد تدخل إليها خطوط المجال. إذا كيو واحد من النظر اللي دارسينه سالبة. للمقارنة الثانية، مقدار الشحنة، الشحنة كيو واحد أعطاك إياها 12. إذا بدنا نعرف مقدار الشحنة كيو 2، انت بتعرف من نظري عدد خطوط المجال تتناسب مع كمية الشحنة. اذا بنكتب التناسب بهذا الشكل: ان 1 عدد خطوط المجال للشحنة كيو 1، وان 2 عدد خطوط المجال للشحنة كيو 2، ومنعوضهم. هذه 6 4 12، الوسطين بالطرفين، وبنحسب كيو 2، تطلع كيو 2 8 نانو كولوم، وخلصت المسألة. يعني ما بتاخذ منك في الامتحان دقيقة. المسألة الثالثة بيقول لك: السطح المغلق يحيط بالشحنتين كيو واحد وكيو اثنين في الهواء كما في الشكل المجاور، حيث كيو واحد تساوي هذا المقدار وكيو اثنين تساوي هذا المقدار. ننظر للشكل، بيقول لك: احسب التدفق الكهربائي الذي يجتاز السطح S. التدفق الكهربائي يعطى بالمعادلة التالية: فاي الكهربائي تساوي الشحنة الكلية اللي داخل المجال على ابسيلون نوت، معامل النفاذية. عندك مقدار الشحنة الأولى ونوعها، بتعوض هنا مقدار الشحنة ونوعها، نجمعهم جمع على ثابت الابسيلون نوت اللي هو بتجيبه من جدول الثوابت، وهذا الجواب. يعني مسألة مباشرة 100% تعتمد على حفظك للقانون هذا وفهمك له. وفي أمان الله.